خلي بالك برضو كيدار قال كلمه في اول الجيم يعني، قال انه او في بدايه المباراه قال لك اللاعب يركز في شغله بس. يعني اللاعب النادي الاهلي او الفرقه بنحاول بقدر المستطاع انه يركز في شغله بس، وده صحيح. اللي هيخلي الفرقه تتحسن. صحيح صحيح. التغذيه في حد مسؤول عنها، الاحمال في حد، انت مريح دماغ خالص، انت يتقال لك انزل اعمل ركز في اللي اعمل الحته بالزبط. دي بعمل الحته دي، انا بنزل انا دوري في الـ في الـ في المرب في الـ في المستطيل بتاع صحيح. الملعب ده هو ده دوري. صحيح. في التمرين وبره طبعا ليا دور ان انا احافظ على نفسي، احافظ على وزني، احافظ على تمريني. طيب في حاجه برضو عايز اخد راي حضراتكم فيها، انا بفتح مواضيع مهمه عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالفرق. تومسون اللاعب الامريكي، مايكل تومسون اللاعب الامريكي المحترف في صفوف النادي الاهلي، انت عشرت لعيب امريكان، وانت عشرت لعيب امريكان، انت لعبت كمان في امريكا، وانا كمان عشرت لعيب امريكان كانوا معانا. مش سهل تخلي لعيب امريكاني يدافع، يعني انت لو جيت قلت لعيب امريكاني دافع ممكن يسمع منك. بس مش هيدافع ليه؟ لانه عارف انه بيدفع له فلوس في سكور. صحيح. يحط 30 بونت 40 بونت. صحيح. اول حاجه بتهم اي فرقه بص انت جبت كام. صحيح. النهارده تومسون نازل بيدافع كانه لاعب عنده 18 سنه. فاذا المينتاليتي بتاع تومسون غريب، يعني ما شفناهاش مع اللعيبه الامريكان كتير. دي انه نازل عنده فلسفه ان انا دافع. دي حقيقه. ان انا استجيب لتعليمات المدير الفني. هو كابتن هيثم تومسون يعني راجل محترف، فاللي بيتقال له بيعمله. يعني النهارده هو المدرب اوجوستي، كوتش اوجوستي، هو جايبه عشان خاطر حاجه معينه، هو جايبه عشان خاطر مش مطلوب منه ان هو يحط كل السكور بتاع الفرقه. لا، هو جايبه عشان خاطر انا النهارده انت هتمشي الفرقه، انت عندك لعيبه تانية بتعرف تحط سكور، فانت مش مطلوب منك زي كل المحترفين اللي بيجوا ان انت جاي عشان خاطر تحط سكور، جاي عشان خاطر انت تزود السكور بتاع الفريق. لا، انت مش جاي كده، انت جاي لمهمه تانية، انت جاي تمشي الفرقه، تلعب مركز صانع العاب، عندك لعيبه تانية بيقدروا ان هم يحطوا سكور، فانت مطلوب منك ان انت تمشيهم بالدافع. وفي نفس الوقت تدافع. برافو عليك. ودي الفلسفه الاساسيه للفرقه، ان مطلوب من الفرقه السنه دي ان هي تهتم بالدفاع اكبر اهتمام. لان هو ده اللي هيوصلها لان هم يكسبوا البطوله.